احنا المروكي ربحناها، هذيك هي الفايده، احنا بينا هذيك هي الفايده، هذا مكان احنا بينا الدرابو تاعنا، هي الجزائر تاعنا، بارك الله اعلامنا، هذا مكان ويصفوا قلوبهم. ياه. انا نبغى نخسروا في هذه البارتيه، معليش والاربيت يصفوا من المغرب ربحنا. حنا انا خايف من الاربيتراج اختي، بعد قاطر عندهم دراهم وغيقعدوا يشنوا كاع العالم، بصح نربحوهم 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 معنا ربي باينة هذه باللي غنربحوهم دو ان شاء الله دو ان شاء الله. هم غادي يزيدوا يفرحونا ان شاء الله مع قطر، وحنا اللي رانا رابحين بالرسمي. وان تو تري فيفا لاجيري. باين احنا ربحوا الجزائر باسكو ربحناهم كاع، وتحيه الجزائر وتحيه بلادنا. وهذه هي الحاجه الاولى، ان شاء الله نتمنوا للمنتخب الوطني كامل التوفيق، راهم في مستوى مليح، وتوقع تاع النتيجه ان شاء الله راح يكون 2-1 للمنتخب الجزائري. مباراه تختلف يعني، من كل مباراه ولها الخصوصيات تاعها كما يقول لك. احنا ما المستوى تاع ما نهضروش على الفريق القطري، احنا كنا نتبعوا المنتخب الجزائري تاعنا، راه مليح، راهم في فورمه مليحه، وربي يوفقهم ان شاء الله. نربحوا 3-0 من الاخر، وبلايلي تما انا فاكرين عليه وسارة مالك، ما سيرتو خوخي بو على ما نستعرفوش بهم كاع، من لونترينور حتى الكارديا ما نستعرفوش بهم. حنا نربحوهم اللي جو ربحوهم، ما ملافينا نربحوهم، مصر تونس صعيبه وصعيبه بالقوه، ها فيها منافس قوي. الجزائريين ثاني مشينا ماشي ساهلين، وكما نقول لك واللي يلعبوا فيها الجزائر الشامبيونه تاع اللي يلعبوا فيها الجزائر جوار تاعهم يلعبوا في قطر، قطرين صحاب قطر يعرفوهم. غادي نربحوا هنا، غادي 1-0 ها يسجلوه، غادي بنجاح ان شاء الله ان شاء الله بنجاح. بغاتك ما غات تلعب ولا ما تلعبش، نبغوها تربح نبغوها تربح. والقطر على بال فريق ماشي ساهل ثاني، راهم عندها فريق لعبوا تاع ماشي عدم ماشي متوعه من دول واحد اخرين، احنا عندنا فريق تاعنا كاع من بلادنا من بلادنا شاولا تاعو، احنا باذن الله نعتمدوا عليهم فاش في كي غادي نقول لك، وما عندهمش انسجام كي يقولوا هذيك الكلمه هذيك تاع المفردات لا المنفرد منفرد. المهم باذن الله احنا نلعبوا هم كيما داروا، شو العزيمه كيما داروها مع المغرب ان شاء الله غادي نديروها مع القطر، وراهم مادام داروا في راسهم هذه كاس العالم غادي ندوها باذن الله. لا تاع الربح هذه تتكهن، هذا تكهن باذن الله، ما نقولوش هذا باذن الله نربحوا هدف مقابل صفر ولا 2-0 ماشي حاجه كبيره، خطا مقابله صعيبه. باللي نربحوهم ان شاء الله باينه، نربحوهم 1-0 اوفيسيال، ومنتخب واعر وعلى بالنا باللي رانا نلعبوا عندهم. التوقع تاعنا ان شاء الله بربي نربحوا 2-0، وزعما عندك دو شوز اللي تخاف من قطر منهم، سيكو قطر ما تضيعش الفرص، ما تلعبش جو بريسينغ، وما عندهاش لعب منظم، وما عندهمش الجرينطا، صافي عندهم لعب سامبل، بصح شاولا ما يضيعوش الفرص. مي حنا اللي قلنا نزيرو روحنا نلعبوا عليهم جو بريسينغ حتى الخصم ما يضيع الكره، وان شاء الله بربي كونتر اتاك نربحوه ان شاء الله. منتخب قوي ولكن عنده نقاط ضعف كما قلت لك، سيكو مي هما ما يلعبوش بريسينغ، صافي يدير كاع يمارس على الجوار بريسينغ ان شاء الله من البعيد، ماشي حتى يجيني كيما حنا كيما شاهدنا في المنتخب الجزائري ملي لعب مع المغرب، لعبنا عليهم جي بريسينغ حتى المروك ما قدوش يلعبوا لعب منظم، كي فاهموا حنا ما بلعنا عليهم كل شيء، ميم في الكرات لي باس اون دو ولا يضيعوها، باسكو على لعبنا عليهم جي بريسينغ ومين هما ما لعبوش يعني لعب منظم، كي فاهموا. وان شاء الله بربي حنا نربحوا، عندي توقعات ان شاء الله زعما نربحوا 2-0 قطر ان شاء الله. ماذا بيا بو نجاح، باسكو بو نجاح تكنيسيان في الصداد مي ماركيلكش مي جي مي ديرونجي الديفونسارا، وثاني حل اللعب على صحابه عاد تكمل 2-0 بو نجاح باينه. ولا بابلو تاعنا 10-10 بالليلي 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 10-10 بالليلي، نتمنوا ان شاء الله احنا غدوه الربح ان شاء الله، كاس العارض راهي لينا ان شاء الله، ندوهم احنا كاع كوب دافريكا كوب دي مونتيني راهي جايه ان شاء الله، كاع ندوهم ان شاء الله ان شاء الله، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا نظن باللي سوف تكون مباراه في القمه، مباراه قويه، لانه يجب ما ننساش باللي المنتخب القطري سوف يلعب بالتشكيله الاولى، وراه من الدور القطري السادي راه في تطور، وما ننساوش باللي راه مدعم
ستادير بخوخي بوعلام لاعب جزائري راه معروف على الساحه في الدوري القطري. وحنا تاني عندنا بالليلي عندنا ستادير الكفه غادي تكون متوازيه، لذلك يصعب التكهن بنتيجه المباراه. وحنا نتمنوا الفوز المنتخب الوطني ان شاء الله. 2-0 يربحوا ان شاء الله. بلايلي انا بلايلي دقيقه هو بلايلي انا زعما يعجبني بلايلي زعما راه فين ونجاح ثاني اش من واعري مع البلادات الاخرين سمعانا حنا غي طيحوا حبه ان شاء الله نربحوهم كاع. انا هي سي فري قاطر شويه تلعب وكاع بصح لاجيري مكش لي حكم صاي لاجيري صاي ان شاء الله كوب عرب و كوب ديمون ان شاء الله كاع حنا بليزير تاعنا كي ربحنا من روك بزاف صاي معليش بغا ما ندوش على العرب ربحنا من روك علم الله وعلم الله وعلم غادي نربحوهم 2-0 باسكو اللعب تاع قاطر واللعب تاع الارجيري حنا فور عليهم بزاف بون ياه مام جوارة عندنا الله يبارك صغار مام عندهم جوارة عندهم فرضيات كيما بلايلي بونجاع كيما بزاف جوارة عندهم لوكازو وني فتحوا الباب وني وني حلوا اللعب نتمنى ان شاء الله بربي تفوت ماشي بزوج ثلاثة أربعة ان شاء الله ثلاثة بواحد للجزائر ان شاء الله. السلام عليكم ان شاء الله تربح الجزائر ونرفعوهم هذا الماتش اللي لقيكم شباب وان شاء الله تحيا الجزائر نرفعوهم 5-0 ولا 5-0 ولا نعطيهم هذه الخضرة. هذا فريق شيء مليح قريفة ثاني هو ثاني قريفة كما حنا بصح لا نزيرو روحنا معليش نخسروا ونربحوا عادي نورمال بصح المهم نربحوا ماتش المهم نلعبوا اللعب النزيه. انا 1-2-3 في مراجيري 1-2-3 في مراجيري نحيا مراجيري.